كابتن انيس، يعني عايز زي ما اخذت الجانب المصري في تفاوض حضرتك للنادي الاهلي والانتقال ليه، اكيد كان في رد فعل من جانب الجمهور الصفاقس ومن جانب عيله حضرتك في التفاوض، وجات لك فرصه انك تروح مصر تلعب مع النادي الاهلي تحقق بطولات افريقيه. ازاي كان رد الفعل بعد نهائي مثير وبعد بطوله ضاعت من نادي الصفاقس على يد النادي الاهلي؟ ازاي تقبلوا امر ان الكابتن انيس بوجلبان كابتن وقائد الفريق ان هو ينتقل من نادي الصفاقس الى النادي الاهلي؟ لا للامانه ما كانش ما غضب، يعني كان في غضب، لا ما في، الحمد لله، خاطر قلت لك ممكن جاء فريق في تونس ممكن اشكال، لكن كله كان مرحب بانك تنتقل للنادي الاهلي، جرب تجربه جديده، تاخذ بطولات عديده، تكتب تاريخ جديد ليك، لانه وقت الناس كلها عارفه انه اكثر من 9 مواسم في الفريق الاول، وقت انه لازم تتغير الاجواء، عارفين انه رايح الفريق كما النادي الاهلي اكيد انه مش يثري لك الرصيد نتاعك بالالقاب، فبالعكس كانت الناس ولات تتبع حتى في النادي الاهلي، يعني في كثير ولاوا يتبعوا في النادي الاهلي في المباريات ويشوفوا، وكان الناس تهنينا بعد كل الانتصارات، يعني قعد على اتصال مع جمهور النادي الصفاقسي رغم اني وقتها في النادي الاهلي، وقعد ديما قريب، يعني ما كانش فما، بالعكس يعني كانت الناس كل اكثر رحبوا بالفكره وقعدوا يتبعوا في ابنهم، لانه صح كنت سفير ليهم في النادي الاهلي، وكانوا يفرحوا ويكونوا في قمه السعاده لكل انجاز نحققه، وكان تجيني حتى تهنئه لما ناخذوا باللقب العيله.